السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في جزء جديد في الاستاتيكس، وهو الاستاتيك فريكشن. لو فتحنا الريفرنس هاند بوك هنلاقي الستاتيك فريكشن موجود في نهاية الصفحة تحت، هنشرحه ونشوف المسائل اللي بتيجي عليه عبارة عن ايه. الفريكشن أو قوى الاحتكاك نقدر نحسبها بمنتهى البساطة لو احنا عندنا بلوك بالشكل ده. البلوك ده ليه ويت، وزن لتحت، وفي قوة بي بتسحبه في الاتجاه ده. البلوك ده أثناء القوة بي وهي بتسحبه هيحصل ما بينه وما بين السطح ده احتكاك. الاحتكاك ده بيتوقف على ايه؟ معامل الاحتكاك بين البلوك والسطح، يعني بيفرق من مادة لمادة. معامل الاحتكاك بيفرق من مادة لمادة. فأنا برضو عندي البي اهي، وعندي الدبليو اهي، هينتج عندي فريكشن بيبقى اتجاهه عكس اتجاه الحركة، يعني الاتجاه بتاعه هيبقى شكله عامل كده. ده الاف الفريكشن. وبرضو نتيجة الوزن، لو قلنا ان ده الوزن فاحنا برضو الوزن W ده ليه رياكشن تحت. الرياكشن بتاع الوزن اللي هو ام، ده رد فعل السطح نتيجة الوزن اللي فيه. الاف بقى الفريكشن هيساوي ميو. ميو ده اللي هو معامل الاحتكاك السطح، في ان. تمام. في عندي نوعين من الفريكشن. ميو اس وميو كي. الميو اس ده اللي هو الكوفيشنت اوف ستاتيك فريكشن. الميو كي اللي هو بتبقى قيمته تقريبا 0.75 ميو اس، ده الكوفيشنت اوف كايناتيك فريكشن. ده الفريكشن والجسم متحرك
لما الجسر يبتدي يتحرك. قبل لما الجسم بيتحرك بيبقى ميو اس والجسم ساكن، تمام. في نقطة خلي بالك منها، ان هو لما بيديك الوزن في تو كيسز، او خلينا نقول 3 كيسز لإعطاء الوزن في المسائل. يا اما يديك الوزن بالكيلوجرام، او يديك الوزن بالنيوتن، او يديك الوزن بالباوند. الباوند والنيوتن دول يونت فورس، يعني بشتغل عليهم على طول. الكيلوجرام ده ماس او كتلة. علشان احولها لفورس هيبقى هقول هيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية، عجلة الجاذبية اللي هي 9.81 موجودة في اليونت في أول صفحة. يونت هنلاقي إن عجلة الجاذبية اللي هي جي تساوي 9.8 متر بير سكند سكوير، تمام. تعالى ناخد الكيس بتاعت الانكلايند بلين. الانكلايند بلين، لو انا عندي بلين مايل بالشكل ده، الزاوية هنا فاي، وعندي بلوك وزنه دبليو اللي هو بيساوي ام كتلة في جي، خلاص حفظنا. وعندي قوة اف، القوة اف ديت to keep block the block from sliding، يعني تحفظ البلوك من انه يحصل له سلايدنج، يعني بالعربي كده سنداه، تمام. عايزين نحسب القوة اف دي، نحسبها ازاي؟ طيب احنا قلنا ان الوزن ده ممكن يتحلل لمركبتين، والزاوية دي هتكون فاي، فاي هي دي. يبقى معنى كده ان المركبة ديت عبارة عن ام جي جوزاين فاي، والمركبة دي عبارة عن ام جي مظبوط ساين فاي. طيب لو انا عندي ان الاحتكاك الميو اس ده معامل الاحتكاك بين الانكلاين والبلوك، تمام. يبقى ال
الان اللي احنا قلنا عليها بتبقى عمودية على الانكلاين اللي هي عبارة عن دي الان، يبقى الفريكشن فورس، الفريكشن فورس بتاعتنا احنا قلنا ان ده عايز ينزل تحت، عايز يتحرك كده، يبقى معنى كده ان الفريكشن فورس عكس اتجاه الحركة هتكون كده اللي هي اف اس. اف اس هتساوي ايه؟ ميو في ان، تمام؟ يعني معنى كده ان الاف الفورس بتاعتنا اللي هي دي بتساوي الاف اس اللي هو الاحتكاك، قوة الاحتكاك، زائد آسف ناقص، أو تعال نجيبها بطريقة فيها سنس شوية، الوزن ده عايز ينزل لتحت، مركبة الوزن عايزة اللي هي دي مركبة الوزن، عاوزة البلوك ده ينزل كده في الاتجاه ده، يبقى معنى كده مركبة الوزن ديت اللي هي عبارة عن ايه؟ ام في جي ساين فاي، تمام، ناقص اللي هيقاومها بقى اول حاجة ايه؟ الاحتكاك، ناقص اف اس. القيمتين دول هما الفورس اللي انا محتاجها عشان اخلي البلوك ده ثابت، تمام. تعالى ناخد مثال على الموضوع ده، مثال رقم 8، المثال بيقول a 2 kilogram block rest on 34 degree inclined plane. تعالى نرسمه كده بره، انا عندي دي الزاوية دي 34 درجة، وعندي ده 2 كيلو، معناه دي ام، هو عاطيني الام يعني ام في جي، وعندي هنا اف، وعندي هنا الميو اس بيساوي 2 من 10. هو بيقول لي ايه؟ اف ذا كوفيشنت لا بلا بلا، هو بيقول لي ايه؟ approximately how much additional force F must be applied to keep the block from sliding، عايز يحسب ال F هنا بكام، تمام. تعالى نحلل قوة الوزن، هتبقى هنا كده M جي كوزاين 34 درجة، وهنا M جي ساين 34 درجة، يبقى ال F هتساوي ان او الفريكشن فورس، احنا قلنا دي هتبقى اف اس، تمام. تعالى نحسب الاول القوة، الاف اس ده اللي هو بيساوي ميو في ان، يعني هيساوي 2 من 10 في الان، طبعا دي كلها اللي هي الان، لو جينا حسبنا دي هنلاقيها ب16.26، يعني يبقى 2 من 10 في كام؟ ب16.26، الكلام ده هيطلع 3.25 نيوتن، تمام؟ طيب دي جبنا الـ Fs، تعالى نحسب القيمة دي، القيمة دي هنحسبها هتطلع 10.97، تمام؟ تمام، يبقى
الاف بقى بتاعتنا هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن 10 96 اللي هي مركبة الوزن، 10 97 اللي هي مركبة الوزن اللي عايزة ينزل لتحت، والفريكشن اللي بيقاومها ناقص فريكشن اللي بيقاومها اللي هو 3 وربع، يبقى القيمة هتطلع 7.7 نيوتن. الإجابة ايه؟ في حاجة هنتكلم عليها في المحاضرة دي، آخر حاجة هنتكلم عليها، اللي هي اسمها البيلت فريكشن أو قوى الاحتكاك في البكرات. لو فتحنا الريفرنس هاند بوك ستاتيك هنلاقي ان البيلت سيكشن هو حاططها هنا، نقدر نشرحها على الصورة ديت. هو بيقول لي لو أنا عندي بكرة، البكرة ديت عليها فورس اف 1 هو كاتب عليها تايت، واف 2 لوز، يعني معنى كده ان دي هو مسميها هنا الفورس بينج ابلايد ان ذا دايركشن امبيدنج موشن. بص، اهم حاجه في نوعيه المسائل دي انك تعرف تطلع من المساله مين اف 1 ومين اف 2. اف 1 بالبلدي القوه المسببه لحركة البكرة، يعني ال اف واحد دي لما بتنزل تحت البكرة دي بتلف في الاتجاه ده اهو كده، تمام؟ يبقى دي اف 2. سيتا اللي هي الزاوية ما بين مماس ده، سيتا الزاوية ما بين المماس ده اللي هو مماس الطاي ده مع البكرة، ومماس الطاي ده مع البكر، هي دي زاوية سيتا، تمام؟ تعالى نشوف القانون. القانون بتاعه بيقول لي F1 بيساوي F2 E ميو في سيتا. اللي أنا عايز أقول لك عليه هنا ومهم إن السيتا دي بالإيه؟ بالراديان، يعني لو عطهاني بالديجري اضرب في باي واقسم على 180 عشان احولها لريديان قبل ما استخدمها. تعال ناخد مثال على الكلام ده. المثال بيقول a rope passes over a fixed sheave as shown، يعني في روب بيلف حوالين البكرة ديت، two rope end are parallel، parallel يعني متوازيين، ده بيوازي ده، مع ودي معناها كده ان الزاوية بتاعتنا اول حاجة نجيبها بالرسم كده سيتا بتساوي كام؟ بتساوي 180 درجة. طيب و بالراديان يعني سيتا هتساوي 180 درجة في باي على 180، يعني سيتا بالراديان بتساوي باي. طيب و الفريكشن ميو بيساوي 3 من 10، كل ده هو احنا شايفينه كده قدام عينينا بسرعة.
طيب بيقول لي ايه بقى، هو بيسألني على ايه؟ What is the maximum nearly the ratio of tensile in the two rope end؟ عايز الريشيو ما بين الفورس دي والفورس دي. طب احنا القانون بيقول ان F1 بتساوي F2 E اس ميو في سيتا. ال F1 قلنا اللي بيسبب الحركة، يعني بيساوي F من الرسم اهو، هو ده اللي بيشد لتحت، وده اللود اللي هو F2. F2 بيساوي اللود وليكن L. يعني تعال نعوض القيمتين دول في القانون ده، يبقى F بتساوي L E ميو سيتا، يعني الريشيو F على L اللي هو عايزها بتساوي E أس ميو اللي هي 3/10 في باي. ايه الكلام ده على الآلة؟ هيساوي 2.6، يعني الانسر دي. وبرضو علشان تبقى عارف الآلة الحسبة دي ممكن تكون عليها ازاي بسهولة، الفا الزرار دوت اللي هو اكس اس 10 ده يديك الاي اس 3/10 في شيفت، نفس الزرار اللي هو الباي يديك 2.6. تمام، تعالى ناخد مثال اخير على الموضوع دوت. المثال بيقول نفس الحكاية، روب الرسم اهي قدام عينينا، وعندي الميو وعندي كل حاجة. هو بقى عايز يسأل ايه؟ بيسأل في ايه؟ فايند الاف، الاف بكام؟ طيب احنا عندنا الاف اللي هي الفورس اللي هتشد اللي هي F1 مجهولة، والF2 اللي هي 100 كيلو جرام، في يعني اضربها في 9.81 علشان تديك 981 نيوتن عشان نحولها لفورس لان دي ماس. تمام، والميو ب2/10، و انا عندي ده مماس يعني الزاوية دي 90، وعندي الزاوية دي 20، يعني الزاوية دي كلها كام؟ الزاوية دي كلها 110 اللي هي الزاوية دي، يعني عندي سيتا بكام؟ ب110 درجة في باي على 180 عشان نحولها الريديان، هتطلع 1.92 ريديان. يبقى ال F1 هتساوي 981 في E أس 2/10 في 1.92، يعني هيطلع 1440 نيوتن. إن شاء الله في الحلقة القادمة نشوف موضوع جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.